TWNFM 91.2. قلعت الجديد اليوم يا سيدي باش نحكيو على حكاية صفاقس في العصور القديمة. جي صفاقس ما يقتصرش تاريخها على العصور الإسلامية فقط. صفاقس قديمة قدم الحضارات اللي مرت بيها من فترة ما قبل التاريخ حتى الفترة قدوم العرب. صفاقس كانت بربرية وبونية ورومانية وندالية وبيزنطية وغيرهم، وكل حضارة حطت أثرها في القلعة هذه. واليوم اللي يتجول في ربوح ينجم يشوف عشرات المواقع الأثرية. كما صفاقس بيدها هي كلمة بربرية وأصلها صفاقس أو المدينة المصورة. باش نحاول اليوم نذكر ببعض المواقع حسب الأهمية. أولا نبدأ بالموقع اللي بعيد حوالي 10 كيلومتر واللي هو الموقع الأثري بطينة أو هنشير طينة، اللي يبلغ مساحته أكثر من 80 هكتار وداخل أسواره اللي حماته سنين وسنين. ومن المعالم اللي اكتشفوها هي الحمامات، كما حمام الأشهر والحمام الكبرى وحمامات المصارعين والمنازل زادة، كما منزل ديونيوز ومنزل أوسيان والمقابر الوثنية والمسيحية. الموقع الأثري هو موقع بطريا أو أكولا اللي موجود مش بعيد على جبنيانا على بعد 45 كيلومتر من صفاقس. أكولا مساحتها أكثر من 200 هكتار وعطات العديد من المعالم كما حمام ترجان والمنازل الرومانية كما منزل أعمدة الحمراء ومنزل نبتون. الموقع الثالث مش بعيد على بطريا وهو هنشير الرقة اللي تم اكتشاف عديد المعالم كما المسرح الروماني والمعابد الرومانية، ولكن يبقى أهم معلم هو خزانات المياه الضخمة الموجودة تحت الأرض. في السبعينات القاو المختصين كنز في المدينة هذه يتكون من 268 عملة بيزنطية. وما ننساو زاد التبارورة من أهم مواقع صفاقس، لكن ما تمش تحديد المكان إلى حد اليوم. وفي الأغلب وحسب المختصين الموقع هذا مش بعيد على البلاد العربي، والدليل أنه لقينا عديد المعالم حول المدينة في جنان الصفاقسي كما الدار الرومانية بجنان صالح واردة وجنان شعبان وجنان كمون والمقابر الرومانية في العين وجرمدة وبحض القصبة. الفترة المسيحية خلت أثر كبير في صفاقس، خاصة في أواخر الفترة الرومانية والفترة البيزنطية. عديد الحفريات كشفت برشا كنائس وأحواض تعميد كما كنائس الصخيرة ويونجا وسيدي منصور وهضاب المزغني وغيرهم. هذا جزء بسيط من المواقع، لكن الحكاية مازالت طويلة وطويلة. والأهم من هذا أن المواقع هذه أعطت كنوز هامة كما لوحات الفسيفساء والفخار والفلوس والمجوهرات وغيرهم، وهي اليوم محفوظة في عديد المتاحف كما متحف باردو ومتحف المهدية ومتحف صفاقس اللي للأسف يا أبو البابا لليوم مازال مسكر وعنده مدة كبيرة يقولوا اللي هو مراه مازال في الترميم، لكن يبدو أن الترميم مازال باش يطول. وإيش خلى أهل صفاقس يمشيوا المتاحف أخرى باش يشوفوا كنوز البلاد متاحهم وكنوز مدينتهم. ونتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة من قلعة الجديد الجمعة الجاية.